ألف مبارك فوز منتخبنا العراقي على فلسطين بنتيجة 1-0 عن طريق اللاعب الغيور أيمن حسين. حياكم الله أصدقائي، وياكم أنس لحظة الصلاة على النبي. أهم أخبار المنتخب العراقي بعد الفوز على فلسطين. خلينا لايك واشتراك بالقناة وفعل الجرس ليصلكم كل جديد. ترتيب مجموعة المنتخب العراقي بعد الفوز على فلسطين: كوريا الجنوبية 7 نقاط، العراق 7 نقاط لكن فارق هدفين لكوريا الجنوبية. بالمركز الثالث الأردن ب4 نقاط. بالمركز الرابع عمان ب3 نقاط. بالمركز الخامس الكويت نقطتين. بالمركز السادس فلسطين نقطة واحدة. راح الشوط الثاني العراق سلم مباراة تراب لفلسطين. تحسهم مو فلسطين صاروا علينا، صاروا البرازيل 2002. يعني لو ما جلال حسن يعني الله حفظنا كان سجل علينا هدف. يعني ما اعرف المنتخب ما اعرف ايش بيه. عبالك مالهم ما هسه يلعبون، علي جازم ابد مو مستواه. حاليا كله قاعد احتياط ويا كوما ما نعرف يعني. يعني تخيل لاعب واحد ما يقدر يراوغ بسرعة تنقطع منه. يعني جاسم شاي يراوغ لاعبين ثلاثة يروح يقول او يصنع هدف ماكو البارحة. اما صفاء هادي حدث ولا حرج، من زمان نحكي بهذا الموضوع. يعني الثانية 32 الحكم لو ما رحمه كان طرده. يعني صعد رجع على راس اللاعب وضرب، اتذكر نفس مايكل نوش من بغرب اسيا هم هيك صارت وطرده. وراها بكم دقيقة ضرب زيد تحسين عكس، ادري انت ويانا علي انا رحمة لوالديك. يعني ما اعرف شنو هالمستوى هذا. بالشوط الثاني طلع نزل امجد عطوان. غياب المدافع العراقي سعد ناطق عن مباراة كوريا الجنوبية بسبب عدم الجاهزية التامة. ادري يا سعد ما تقول ايش وقت انت تكون جاهز. اي بطولة دي سحبوك بها دي تطلع مصاب. سحبوك للاولمبياد طلعت مصاب ما لعبت. يمكن كم دقيقة نزل في الاخير. يعني اي بطولة قاعد اشارك بها ماكو بالنادي مالتك مصاب. يعني لازم تراجع روحك يا سعد. اما مهاجمنا العراقي ايمن حسين في 9 مباريات خلال كاس اسيا وتصفيات كاس العالم سجل 12 هدف. كل التوفيق لايمن حسين وان شاء الله يسجل العديد من الاهداف بعد ما انتقدوا الجماهير العراقيه بشكل لاذع. يعني كاساس ما يلام من 10 ايام او 11 يوم يدرب بايمن حسين بنادي الكرخ هو والكادر مالته ده يجهز المباراه فلسطين. قالك يعرف انه بس ايمن حسين راح يسجل سبحان الله. وصدق أيمن حسين سجل الهدف الوحيد للمنتخب العراقي. أيمن حسين حاليا أفضل مهاجم بالعراق وأفضل مهاجم في آسيا من حيث الأهداف بالرأس ومن حيث الأهداف جميعا. مدرب كوريا الجنوبية بعد الفوز على الأردن بنتيجة 2-0 في ملعب الأردن يقول: سنعود إلى كوريا ونحن في غاية الراحة النفسية وسنواجه العراق، لأن مواجهة العراق ليست المواجهة السهلة، نأمل أن نحقق خلالها على نتيجة جيدة. علينا أن ننسى مواجهة الأردن ونفكر نخطط لمواجهة العراق بحذر ودقة. إن شاء الله نفوز على كوريا في أرضهم وبين جماهيرهم. منتخب العراق سافر لكوريا والآن بعد دقائق قليلة إن شاء الله يصل إلى كوريا الجنوبية. يجب على منتخبنا العراقي في مباراة كوريا الجنوبية أن يحسن الأداء. طبعا البارحة أمام فلسطين الأداء صفر. يعني الشوط الثاني ما أعرف لواعبنا شجاهم. يعني هذا اللعب الطويل إيش وقت تبطلوه؟ يعني بالشوط الاول زيد تحسين هو مناف يونس عباق قاعد يلعبون بياتهم، مو لعبه ضد فلسطين وامام الجمهور. يعني زيد يطيح المناف مناف يرجعها زيد، زيد يطيح المناف مناف يرجعها زيد، وعلى هذا المنوال يمكن اكثر لاعبين اللي مسوي الكره هم. اذا فزنا على كوريا الجنوبيه ان شاء الله سيصبح العراق لديه 10 نقاط وان شاء الله بنسبه كبيره سنتاهل الى كاس العالم. يعني تقريبا بعد 21 نقطه لازم العراق يجمعها، لكن ان شاء الله بعد الفوز على كوريا باذن الله سنتاهل الى كاس العالم. لكن علينا الحذر من باقي المباريات. واذا اخذنا نقطه بكوريا الجنوبيه اهم شيء جيد، يعني نفوز بارضنا وبارض الخصم ناخذ تعادل، هذا شيء جيد وهم ما تفيد منتخبنا الوطني العراقي. عمان اللي فزناه 1-0 في ملعب البصره عن طريق ايمن حسين يوم امس فازوا على منتخب الكويت بنتيجه 4-0. يعني احنا لو ما طرد كان فزنا على الكويت، يعني اقل شيء 3 اهداف او 4 اهداف، لكن قدر الله وما شاء فعل. شباب اتمنى منكم اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اتمنى مشاركة الفيديو لاصدقائكم.